بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله ورضي الله عن صحابته. وأما بعد، هذا موعدكم مع برنامج 60 دقيقة، ومعكم الأستاذ الدكتور خمساوي أحمد الخمساوي، أستاذ علم التغذية بجامعة الأزهر. وموضوعنا اليوم عن تغذية الأطفال، وخاصة في المرحلة العمرية من 3 أو 4 سنوات إلى 6 أو 7 سنوات، وهي المرحلة التي يكون الطفل فيها قبل دخوله إلى المدرسة أو فترة الحضانة أو في السنة الأولى أو الثانية من بداية دراسته الابتدائية. والحقيقة هذه الفترة من عمر الطفل تتسبب في قلق شديد جدا لأسرته، لوالديه، وخاصة للأم، نظرا لمجموعة من التغيرات التي تحدث لهذا الطفل، وبعض المشاكل الحقيقية التي تواجه الأسرة من خلال طفلها الذي يمر بهذه المرحلة العمرية. ويمكن أن يعني نختصر أو نوجز هذه المشاكل في 5 مشاكل رئيسية. غالبا ما تكون الشكوى من هذه المشاكل كثيرة من الأمهات والآباء. وأول هذه المشاكل، وربما نبدأ بها لأنها هي الأولى التي تشكو منها الأم باستمرار، وهي أن الطفل خلال هذه الفترة أو في بداية هذه الفترة، خاصة بعد سن 4 سنوات و5 سنوات، يكون بيبدأ وزنه يقل وما يأكلش كتير وما يبقاش له شهية للأكل، وغالبا ما بيحاولوا أنهم يعني يخلوه يتناول وجبته ربما بالغصب أو بالعافية وبالإجبار أو بالمحايلة أو غيره. وهم بيشتكوا ان هو بينقص في الوزن او بيشعروا ان هو بدأ عليه علامات الضعف والنحافة. هذه المشكلة مشكلة معروفة، يعني ليست خاصة بطفل معين دون غيره، وهي عادة بيسموها علماء التغذية بمرحلة العصيان التغذوي. مرحلة كده بيمر بها الإنسان في أثناء عمره، وهي طبعا بتبقى في مرحلة الطفولة، بيبقى في نوع من العصيان، وهذا العصيان له أسباب مختلفة، لكن الجانب اللي يخص العصيان من الناحية النفسية والتكوينية والتشخيصية للطفل دي أمور ثبت إنها يعني متعقدة جدا وبتدخل فيها عوامل كثيرة، مش هي دي اللي احنا عاوزين نتكلم عنها يعني. ولكن تدي نوع من الاطمئنان، يعني ما حدش يظن ان الطفل اذا كان سليم من المشاكل الاخرى اللي احنا هنتكلم عنها، اللي هي ال4 مشاكل التانيين، اذا كان ما عندوش مشكلة منهم وهي المشكلة الوحيدة دي، يبقى ما فيش اي خوف عليه، لان ده امر طبيعي وفطري وتكويني في تكوينه السليم. لكن مش معنى ذلك ان احنا هنسيبه، لا، هنقول بعض برضو النصائح اللي ممكن نتعامل بيها معاه خلال هذه الفترة، ده على شرط انه يكون هو ده السبب الوحيد. هنرجع للحكاية دي تاني بعد ما نخلص المشاكل الاربعة، علشان نعرف انه الطفل اللي ما عندهوش مشكلة من المشاكل الاربعة الاخرى هنتعامل معاه المعاملة اللي احنا هنقولها علشان نخفف من اثر العصيان التغذوي. المشكلة بقى التانية، احنا هنرجع المشكلة دي اول مرة اخرى، ولكن هنبدأ بقى في المشاكل اللي هي تكاد تكون مشاكل مرضية. اول مشكلة فيهم هي نقص فيتامين د، واللي هو بنراعيه احنا في الاطفال على هيئة، وخاصة في الأيام يعني من حوالي 20 سنة يمكن المشاكل دي بدأت تظهر أكتر ويلاحظها أولياء الأمور أكتر، اللي هي مشاكل في العظام. بقى دلوقتي الأطفال الصغيرين اللي في سن 4 أو 5 سنوات بيشتكوا من الإجهاد،
ويشتكوا من آلام في العظام، آلام في الركب، آلام، وكأنهم يعني داخلين على مرحلة الشيخوخة، اللي هي المشاكل كنا ما بنحسش بيها إلا في السن المتقدم أو للناس اللي بيشتغلوا شغل مجهد. السبب فيه كمان يعني يتواءم، أو يبقى في نفس الوقت بيبقى فيه تسوس في الأسنان بشكل كبير. يعني من زمان فكرة انه الاسنان تسوس، في خاصة في مرحلة العمر ده، لانه الاسنان اللبنية بتبقى سهلة العرضة للتسوس، ولكن المسألة بقت دلوقتي اكثر واكثر شيوعا، وده بيرجع الى نقص الكالسيوم. والكالسيوم في الاكل موجود، يعني جميع الانواع اللي بياكلها يمكن الاطفال فيها كالسيوم، ما نقدرش ننكر ذلك. لكن اللي ثبت بعد كده انه ده مش نقص الكالسيوم، وانما نقص فيتامين د. وفيتامين د مش ينقص في الاكل، ولذلك ممكن احنا نعوضه ببعض الادويه او ببعض الحبوب. لا، ده وجد انه المشكله بتكون في الامتصاص. يعني فيتامين د ما بيتمش امتصاصه في الفترة الزمنية الأخيرة من حوالي 20 أو 30 سنة بشكل جيد. ظهرت الحالة دي مش في الأطفال، في كل السكان نسبة كبيرة جدا من المصريين بات عندهم هذه المشكلة. والمشكلة دي كمان بتظهر أكثر حتى في الأطفال اللي قبل السنتين، مع أنهم بيرضعوا أو بتبقى جزء كبير منهم بيعتمد على اللبن، واللبن فيه كالسيوم كتير وفيه فيتامين د، لكن المشكلة انه ما بيتمش امتصاصه. ولغاية دلوقت ما احناش عارفين على وجه اليقين ايه اللي حدث واستجد في الفترة الاخيرة من التلوث. ربما يكون ده تلوث في المية، في الهواء، في الاستخدامات المختلفة، في سلوك الحياة، خلى في شيء معين يخلي فيتامين د ما يمتصش. احنا طبعا الوسيلة الى هذا هو الاكثار من فيتامين د، بحيث ان لو نسبة الامتصاص نقصت الى النص يبقى احنا ناكل الضعف، يعني ناكل ضعف الجرعة من فيتامين د او ثلاث اضعاف، علشان يبقى لما يمتص نصهم او ثلثهم يكونوا كافيين لتمثيل الكالسيوم وحل هذه المشكلة. فيتامين د اول شيء من مصادره الجيدة اللي تحل لي هذه المشاكل هي الشمس، ويمكن ده سبب من الاسباب اللي خلت المشكلة دي تظهر، لان اكيد الاطفال في هذا السن كثيرا من البيوت وكثير من العائلات بيمنعوهم من تعرضهم للشمس، برضو خوفا عليهم من اضرار الشمس. واحنا ما ننكرش اضرار الشمس المباشرة على الاطفال، لكن مش معنى ذلك ان يحرموا تماما من اشعة الشمس او التعرض للشمس. والتعرض للشمس عن طريق الجلد، يعني ما ينفعش يبقى لابس هدوم، يعني تعرض للشمس وهو لابس هدوم، لابد الشمس تقابل الجلد، يعني تبقى مباشرة على الجلد علشان تكون فيتامين د. فأحسن فترة بالنسبة للسنة، يعني الجسم بيقدر يخزن فيتامين د مدة كافية، إنما يعني مش ضرورة إن احنا ناخده يوم، ومش ضرورة إن احنا نكونه كل يوم. لكن أفضل الأوقات اللي ممكن نعرض الأطفال دول فيها للشمس هي شهر أكتوبر وشهر أبريل، لأن الشمس في هذا الوقت بتكون يعني في أفضل حالاتها وأحسن في درجات الحرارة. بالنسبة لليوم، أفضل وقت نتعرض فيه للشمس بالنسبة للأطفال بعد شروق الشمس بساعتين أو قبل غروب الشمس بساعتين. وطبعا الفترة 10 دقائق كافية تماما لتكوين فيتامين د بشكل جيد في الجلد، وما نحتاجش ان احنا نعرضه مدة اطول من كده. يكفي كل يومين او كل اسبوع نعرضه ولو مرة واحدة لمدة 10 دقائق الى الشمس في هذه الاوقات. لو احنا هنلتزم بشهر اكتوبر وشهر ابريل، يبقى لابد يبقى الشهر كله كل يوم نعرضه للعشر دقائق عشان يعمل تخزين لبقية العام. النقطة الثانية انه هناك مجموعة من الأغذية اللي فيها فيتامين د
نكثر منها، مش ناخد بس حتى المعدل الطبيعي، لا الاكثار. ومن ذلك البيض، البيضة تكفي تماما لاحتياجاته اليومي، بل وتزيد الى الضعف. لو هو هيمتص منه النص هياخد كل احتياجاته من بيضة واحدة كل يوم، ده لو فرض اني ما استخدمتش وسيلة غيري. كذلك اللبن، صحيح اللبن اقل من البيض في محتوى فيتامين د، لكن هو ممكن ياخده كل يوم، يعني لانه بيتناوله كامر طبيعي في اللبن الحليب او في الزبادي او في انواع الجبن، وده ممكن لو اكثرنا منه يبقى كويس. النقطة الثالثة اللي موجود فيها اللي هي الاسماك، وخاصة هقول نوعين او ثلاثة من الاسماك. واحنا دايما في كلامنا بنقول الاسماك تفضل انها تكون او مسلوقة او معمولة في البيت، لكن في الحالة اللي هقولها دي هنفضل المعلبات. المعلبات بتبقى فيها نسبة فيتامين د عالية، حتى لو كان نسبة البروتين فيها يعني ما هياش بالذات القيمة زي الطازة، لكن المعلبات دي اللي هي معلبات التونة والسلمون، معلبات التونة والسلمون والسردين بتحتوي على نسبة عالية جدا في فيتامين د، لدرجة انه 50 جرام من التونة ممكن تعطى للطفل لمدة 10 ايام، يعني يكفيه لمدة 10 ايام ياكلها مرة واحدة 50 جرام، لو كان 25 جرام يبقى تكفيه لمدة اسبوع. كمان لابد من الاكثار من الفاكهة. الفاكهة صحيح ما فيهاش فيتامين د قوي، ولكن هي بتعمل على امتصاص فيتامين د وتسهل عمليات التمثيل الغذائي له، وبالتالي هي بتفيد فائدة ولو غير مباشرة. لو احنا يعني حاولنا نركز على فيتامين د وعملنا كل ده ولقينا الطفل بيعاني من بعض الاوجاع برضو او من بعض الاعراض الدالة على نقص فيتامين د، يبقى ممكن تحت استشارة الطبيب ياخد بعض الامبولات الحقن او الكبسولات اللي من زيت السمك. ده بالنسبة لمشكلة نقص الفيتامين د اللي هي بتسبب مشاكل للاطفال في العظام وربما تؤدي الى الكساح او هشاشة العظام. لكن في مشكلة تانية برضو بنعاني منها في مصر خلال الفترة الاخيرة، وهي الانيميا. الانيميا دلوقتي تقريبا من النظر الى المرضى اللي بيترددوا على العيادات نجد نسبة قد تصل ل80% منهم بيبقوا مصابين بالانيميا، حتى لو هم ما بيشتكوش او هم ما بيعرفوش، هي ما بتبانش الا لما يعمل تحليل. والغريب ايضا ان حتى الاسوياء اللي هم صحتهم كويسة وما اشتكوش وما نعتبرهمش من الناحية المرضية انه عندهم انيميا، بيبقى نسبة الهيموجلوبين عندهم او نسبة كرات الدم الحمراء عند الحد الادنى، يعني هم عند الحد الادنى من الوضع الطبيعي. طبعا احنا عارفين انه مدام الانسان في الوضع الطبيعي ما نعتبرهوش مريض بشيء، لكن كونه في الحد الادنى كمان يبقى معناه انه اقل خلل بسيط هيخليه يبقى عنده نقص في كرات الدم الحمراء او الهيموجلوبين. وبرضو السبب في ظهور هذه المشكلة وخاصة في الاطفال هي نقص فيتامين ب12. فيتامين ب12 برضو مشكلته ربما تكون في الامتصاص، وبرضو مش عارفين بالظبط هل نفس التلوث اللي بيرجع الى عدم امتصاص فيتامين د هو اللي بيؤدي الى عدم امتصاص فيتامين ب12 ولا لا. انما الغريب انه بيرتبط ده بالحديد، يعني الانيميا بيرتبط فيها فيتامين ب12 بالحديد، والكساح وامراض هشاشة العظام وتعب المفاصل وغيره بيرتبط فيها فيتامين د بالكالسيوم. الغريب انه الموضوع ده ظهر من مدة قريبة وخاصة في مصر، وكان موجود في بلاد كثيرة من دول العالم وفي اوروبا وفي امريكا، لكن ما كانش في مصر. وربما يرجع ذلك، ده احتمال يعني قابل للبحث والدراسة، ان في مصر احنا الى وقت ما والوقت قريب
كانت جميع وسائل الوصول الماء الصحي، الماء اللي بنشربه في الحنفيات في كل طريقه من الخزان اللي بيخزن فيه إلى المواسير اللي بتصل كانت من الحديد، وكانت بتمد مياه الشرب بنسبة عالية من الحديد، كانت بتكفي تماما. لما استبدلت كل هذه الوسائل أو معظمها بالخزانات البلاستيك أو البوليسيلين أو المواد الصناعية اللي مش من الحديد، والمواسير ما بقتش من الحديد، وطبعا بما لها من مزايا من حيث النظافة ومن حيث عدم الأكسدة ومن ناحية الاقتصادية إلى آخره، إلا أنها حرمت المواطنين المصريين من نسبة الحديد المجانية اللي ببلاش اللي كانوا بياخدوها مع المية رضوا أو لم يرضوا. وطبعا علشان نعوض هذه النسبة ونزود امتصاص وكفاءة الجسم من امتصاص الحديد، ده بيحتاج إلى مجموعة من الفيتامينات والفاكهة. المشكلة كمان جت معاهم إنه وجود نوع من الزخم في الرفاهية. الرفاهية بقت موجودة عند الغني والفقير والفلاح والمزارع في المدن واللي في الريف، وهي استخدام وسائل لإنفاق المال، بقى فيه المحمول والتليفونات والتلفزيونات والمتع المختلفة اللي بيدفع فيها فلوس بشكل مستمر ويومي. هذا الإنفاق مهما كانت مستوى الأسرة، وخاصة انه موجود دلوقتي مع الأطفال ومع الشباب ومع النساء ومع الرجال ومع العاملين ومع اللي ما بيعملوش ومع ربة البيوت كله، هذا الإنفاق خلى استهلاك المصريين من الفاكهة يقل. يعني هم كأنهم الدخل اللي هم بيستعملوه في كانوا زمان ياكلوا بيه ما هيودوه فين، انما دلوقتي بقى قل نصيبه مع ارتفاع طبعا الاسعار انه هو ياكل الكمية المناسبة، فضلا عن ان يعطيها للاطفال اللي كانوا زمان لا تخلو يد الطفل. يعني لما نقول طفل يبقى في يده برتقالي، في يده تفاحي، في يده بلحي، في يده موزي، دلوقتي مفيش، هو في يده محمول، في يده تليفون، في يده حاجة تاتش كده معاه يعمل عليها حاجات، وده طبعا قلل من كفاءة الجسم في الاستفادة من العناصر الغذائية بشكل جيد. المشكلة الرابعة هي الحساسية. والحساسية ما كانش في زمان حاجة اسمها حساسية غذائية في الأطفال. الحساسية الغذائية في الأطفال دي كانت تظهر نادرة جدا، وكانت تحدث في الكبار، إنما الطفل الصغير تبقى فيه زي حساسية لأنه بترتبط بالمشكلة الخامسة اللي هي مشكلة المواد اللي بتباع في كل المحلات بشكل شديد شره للأطفال، وهي المواد المكيسة والمعلبة والعصائر الصناعية. دلوقتي اللي هي زي أنواع الشيبسي وأنواع الكاراتيه وأنواع الحلويات المعمولة بطرق مختلفة وموضوعة في أكياس، والطفل بيروح يجيبها ويأكلها بشكل دائم ومستمر. هي بتعمل المشكلتين، المشكلة الأولى أنها في حد ذاتها مشكلة، لأنها بتسبب أن الطفل ما بيأكلش كويس، ما بينظمش وجباته، فبياكل الأكل الطبيعي في الوجبات اللي هو المفروض يأكلها. والمشكلة الثانية إنها هي فيها مواد حافظة ذات ضرر كبير جدا على الكبد، وذات ضرر كبير جدا على القناة الهضمية والجهاز الهضمي والكلية، وبالتالي إحنا بنغذيه كأننا بنديله سموم بشكل منتظم يوميا وهو في هذا السن. هذه مشكلة الحقيقة يجب أن تتضافر كل الأجهزة الإعلامية وغير الإعلامية، والناس يبقى عندها من الثقافة. معرفش أنا إزاي ممكن حرمان أو نحن نضغط على الأولاد أو نسيطر عليهم، معرفش ده يكون عن طريق الأولاد وعن طريق الأسرة ولا عن طريق المحلات ولا عن طريق إيه بالضبط، ولكن هذه المشكلة مشكلة ربما تؤدي إلى مشاكل أشد من ذلك. وطبعا هذه المواد اللي بتحتوي على مواد كيميائية بتبقى عرضة لأن تسبب مشكلة الحساسية عند الأطفال.
ده هي بتسببها للكبار. فمن باب أولى هذا الجسم الغض الطري الجديد النضر إنك أنت تواجهه بهذه الكوارث وهذه المواد اللي هو لم يتقلب في شكل الحياة علشان يتعرض لها ويقاومها، والجسم يبقى عنده يعني دفاعات ووسائل يقدر يتخلص منه، ده حرام علينا بكل المقاييس. وخاصة انه الكثير، خلينا نبقى صرحاء، الكثير من هذه المواد المأكولات المكيسة والحلويات والشيبسي وغيره من هذه الأشياء، الكثير منها وخاصة في الأرياف وفي المناطق الشعبية وفي المناطق المزدحمة اللي فيها محلات يعني ما هياش فيها رقابة كاملة وفيها أماكن بتتعمل فيها الحاجات دي بشكل غير صحيح وغير سليم وغير مقنن وغير خاضعة للرقابة وغير خاضعة للنظام الصحي السليم لمصانع مواد الأغذية. وطبعا ده كله بيتنشر وبيتعرف والناس بتعرفه، ومع ذلك احنا حالنا كما هو ما دام الحياة ماشية والدنيا بتمر، ما حدش بيسأل أو ما يعرفش يربطها بالمشاكل اليومية اللي بتقابله فعلا في حياته. يبقى احنا نشوف لنتلافى كل هذه الامور، يبقى نشوف ازاي نقدر نعالج الموقف. العلاج ما دام ما فيش المشكله، يعني احنا مفروض نعمل تحليل براز علشان نشوف هل في طفيليات للطفل في الطفل ولا لا، لان بعض الطفيليات بتسبب اضطرابات هضميه وتسبب فقدان الشهيه، وخاصة مثلا زي الدودة الشريطية أو الإسكارس. والمفروض إن إحنا بشكل منتظم، يعني ما نستناش بإنما الطفل يشكو، لأنه الطفل قد لا يشكو لأنه هو مش عارف إن دي مشكلة. فبنعمل له تحليل براز مثلا ما بين كل 4 شهور إلى 6 شهور نعمل تحليل لو في حاجة هنعالجها، وعلاجها بسيط وسهل. طيب الحاجة التانية إن إحنا يجب ان احنا نعمل تشيك او نعمل نوع من التاكد ان هو خالي من الحالتين، سواء نقص الكالسيوم عن طريق برضه تحليل او الانيميا، ان نعمل له صوره دم ونشوف هل عنده انيميا ولا لا. لو كان خالي من هذا يبقى المشكله اللي عنده هي راجعه للعصيان الغذائي. العصيان بقى الغذائي او التغذوي ده بيبقى سببه مجموعه من الحاجات، منها حاجات طبيعيه. طبيعية يعني ايه؟ يعني هي في تخيل الام ان هو ما بياكلش، هو في الحقيقة قل نسبة اكله لما تقيس على اكلها، يعني هي بتاكل اكتر، ابوه بياكل اكتر، اخوه الكبير بياكل اكتر، هو لابد ياكل اقل لانه جسمه اقل. لكن كمان هو في الفترة اللي كانت قبلها اللي هي من سن سنة لغاية 3 سنين كان بينمو بسرعة، لكن من بعد 3 سنين يبطئ في النمو، ده امر طبيعي. فلما يبطئ في النمو عشان الاعضاء تنضج، فعلشان تنضج بتبدا تسوي نفسها، عشان تسوي نفسها بيقل الاكل، ده امر طبيعي وما يثيرش الانتباه او ما يخليناش نزعل على هذا. لكن المشكله انها بتتضافر يعني تتلازم مع توتر الام. الام بتتوتر وتخاف وتبدأ تضغط على الطفل بتاعها علشان ياكل، وهنا يحصل العصيان اللي احنا سمينا الحالة دي عليه العند. الطفل عاوز يعمل شيء من اختصاصه، يعني هو قاعد 3 سنين او 4 سنين مش قادر ينطق، مش قادر يتكلم، مش قادر يتصرف تصرف يعبر عن ارادته لانه ما قدرش يمشي فبيشيلوه، عاوز يعمل حاجة ما يعرفش يعبر عنها. هذه الفترة بتؤثر على نفسيته. اوعى تفتكر ان الطفل مش كامل الانسانية وهو في بطن امه، هو لسه جنين بيحس وبيسمع وبيعرف وبيتذوق. ده عرفوا ان هو بيتذوق الطعام اللي بتاكله امه وبيتعود عليه، يعني لو امه بتاكل اثناء الحمل نوعيات معينة الناس الاخرى اللي في البيت ما مش بياكلوها، او الناس اللي في المنطقه اللي هي عايشه فيها ما بياكلوهاش، كان تكسر من اليانسون او تكسر مثلا من الكسبره او تكسر من نوع معين من الخضروات،
الطفل بيتذوق هذا، ويبقى لما يتولد بيبقى عاوز زيها زي ما هي كانت بتاكل، وبيحب هذه الأطعمة اللي عودته هي عليها مع انه كان في هذا الوقت جنين في بطن امه. يبقى معنى ذلك انه هو عنده احاسيس كثيره، ولكن ظروفه في النمو بتاعه والتطور لا تمكنه من التعبير لا بالكلام ولا بالرفض ولا بالقبول ولا بالحركه ولا الابتعاد ولا بالامتناع. فبمجرد ما تظهر عنده ملكات الكلام ويبقى يقدر يتكلم ويقدر يجري ويقدر يرفض ويقدر يمنع، فايه اللي في ايده اليومي اللي يقدر يمارس فيه هذا الاحتجاج؟ هو الاكل، وبالتالي يحتج علشان يخلي كل الناس اللي حواليه تلتفت اليه عشان هو يبقى محور الاسره. هيبقى الكلام كله عليه، كل ما يبقى في جلسه مع الضيوف بيتكلموا عنه، كل ما يبقى في جلسه بين الاب والام بيتكلموا عنه. هو ده الشيء اللي هو يعتز بيه ويتبسط ويبالغ فيه علشان يثبت شخصيته. هذا شيء مش وحش، يعني احنا ده مرحلة تكوينية في تطور الطفل ولابد نحترمها له، لكن نحاول احنا بقى بعقولنا ما نبقاش تصرفاتنا رد فعل، يعني هو يعمل حاجة ونقوم احنا نعمل رد فعل ضدها وكأن في بيننا وبينه خصومة. ابدا، احنا نعمل ايه؟ في حاجات كتير نسترشد به، بل بالعكس الامهات نفسها قد تستنبط وتستنتج وسائل عديدة لا تخطر لا على بالي ولا على بال حتى علماء النفس والطفولة، ممكن تعملها للتخلص من هذه الحالة او تقليل خطرها او تقليل ما يمكن ان يضر منها للطفل. منها ان التنويع بالنسبة للأطعمة، يعني خلي الأطعمة بالنسبة له خاصة لما بيروح المدرسة ويبدأ ياخد سندوتش، خلي الأطعمة متنوعة، لأن الكسل في بعض الأحيان في بضائعنا إن إحنا تعودنا على شيء يبقى رتم، يعني نوع معين من الجبن بنحطه في السندوتش علشان يبقى سهل يتفرد والنوع ده نبقوا ثابتين عليه. طبعا هو بيمله كل يوم في كل وقت في نفس الوقت ياكل نفس الحاجة، أمر طبيعي إن هو يملها. لابد نغير بأطعم مختلفة فيه أنواع من الجبن مختلفة، مش شرط يكون الجبنة البيضاء، ممكن الشدر وممكن أنواع تانية، ممكن المربى. مسألة بقى مشكلة إنها تتلحوس وممكن ده يتحط في كيس، نعمل وسائل خارجية تخلي المحشي بتاع الساندوتش مهما كان نوعه يبقى في أمان وسلام ونظافة، لكن ما نبقاش يعني نحمل ظروفنا اللي احنا مش قادرين نعملها بالشكل السوي على حساب الطفل المسكين وهو مجبر انه يلتزم بقى وياخد اللي احنا نقدر نعمله له. كمان ممكن نشاركه، عارفين لو فرض انه الواحد قاعد والست كده بالليل هي جاية تعمل سندوتش لابنها الصبح اللي رايح اولى ابتدائي او تانية ابتدائي، وتقول له تعالى ايه رأيك تاكل بكرة ايه من السندوتشات، يقول لها مثلا افضل كذا، تقول له طيب تعالى نعملها مع بعض، انا اقطع لك مثلا السندوتش اقطعه لك بالسكين وانت تحشيه. انت عارف لما هو يحشيه وهو يعمل السندوتش بنفسه ويشعر انه بيفتخر انه هو صنع اكله بايده، يتحمس لانه عارف ان دي حاجته بتاعته، فياكلها علشان يعطي لنفسه الكيان اللي هو اصلا بيعمل العصيان من اجله، كان انا عملت له الحاجه اللي هو عاوز يعملها بالعصيان انا عملتها له بالرضا علشان هو يمارسها من خلال الشيء اللي فيه مصلحه. كذلك ده ممكن انا اخده معاي السوبر ماركت، وساعه ما اروح اشتري من السوق او من السوبر ماركت الاكل والحاجات اللي هعملها اخد رايه واقول له ايه رايك، احسن الجبنه دي ولا دي، احسن الحاجه دي ولا دي، احسن نعمل كذا ولا نعمل كذا. هو هيختار معاي، واختياره ده هو يحس انه ملزم بيه، لانه انتوا كلكم بتاكلوا بناء على رغبته، وده في حد ذاته يشعره بانه هو صاحب شان، والناس كمان ده ممكن هي مش بس بتعصاه وتمنعه، لا ده هي
بتطوعه على اللي هو بيعمله. كمان فيه مجموعة، علشان يعني نبقى واضحين وما نقولش كلام كتير يتنسي، فيه 5 أطعمة. الخمسة دول لابد ان احنا نزود قدرهم او يبقوا موجودين باستمرار في اليوم، او على الاقل كل يومين لابد يكونوا موجودين جميعا في طعام الطفل، لا يخلو منهم ابدا طول ما هو في هذه المرحلة العمرية، لانه في من هذه الاطعمة حاجات قد لا يحتاجها الكبير باي حال من الاحوال. يعني لو الشخص الكبير اللي هو وصل سن البلوغ ما اكلهاش طول عمره لا تأثير لها عليه، انما الطفل لها تأثير كبير، لانها لها دخل حتى في تنمية الذكاء والذهن وتوسيع الافق وزيادة المناعة الغضة اللي لسه موجودة في الطفل بتتكون. اول حاجة من ال5 أطعمة دول البيض، وخاصة الصفار. في معلومة قد تصل الى كثير من اولياء الامور وربات البيوت بشكل خاطئ، وهي الخوف من الكوليسترول. احنا دايما بنخوف الناس الكبار والمسنين والمرضى من الكوليسترول، فيتفكروا يفتكروا ان الكوليسترول ده حاجة وحشة ويجب ان احنا نمنع نفسنا كلنا منه. ايوة ده صحيح الى حد ما، ما عدا الاطفال. الاطفال لابد يأخذوا حظهم من الكوليسترول، اولا لانه الكوليسترول ده مادة غذائية غاية في الاهمية، وفي الطفل هو ما عندوش خزين لسه من الكوليسترول علشان ده يبقى زيادة عنده، فلا بد من الكوليسترول. وطبعا عارفين ان البيض من اهم المصادر بتاعت الكوليسترول، عشان كده بنمنع حتى اللي عندهم زيادة في الدهون او اللي احنا عاوزين نقلل من الكوليسترول بالنسبة لهم، نقول لهم ما تاكلوش البيض، او على الاقل لو اكلتوه تاكلوا البياض بس ما تاكلوش الصفار. احنا هنعكس هنا بقى، لابد الطفل ياكل البيضة كاملة لانه البياض بالنسبة له كويس عشان البروتين، لكن يعني اذا كان ولا بد اخليه ياكل الصفار واحببه في الصفار، لابد ياكل صفارة بيضة يوميا. ده الطعام الاول. الطعام الثاني اللبن. اللبن ومنتجاته، واحسن حاجة في اللبن اللبن الحليب الطازة. لبن حليب طازة ده رقم واحد، نمرة 1 في المجموعة دي. فإن لم أستطع، زي الأطفال ما بتحبش اللبن أو بتكرهه أو وخاصة في السن ده، يبقى أعوضه بقى بديل عنه إما باللبن الزبادي أو بأنواع من المنتجات اللبنية، زي الجبن وبأنواعها، سواء الجبنة الشيدر أو الجبنة البيضاء أو بأنواعها برضو المختلفة، مع التنويع عشان الطعوم تبقى مختلفة وما يملهاش. الغذاء الثالث، وده احنا دايما بنقوله لكل الناس في كل الحلقات، هو الفاكهة والخضروات. الفاكهة والخضروات في الطفل اهم بقى من الكبار والصغار، لانها هي العصب الرئيسي، وهو ما يقدرش يعني يستخلص المجموعة الفيتامينات والعناصر المعدنية اللي موجودة في الفاكهة، ما يقدرش يستخلصها زي الكبار من بقية الأطعمة. يعني الكبار لو ما أكلوهاش يحصل لهم شوية اضطراب معوية بس عشان الألياف، لكن العناصر الغذائية المهمة اللي هي العناصر المعدنية والفيتامينات الموجودة في الفاكهة من الممكن أن يستخلصها الكبار من الأطعمة الأخرى، إنما الطفل ما يقدرش، وبالتالي فوسيلته الوحيدة هي وصول هذه العناصر المعدنية والفيتامينات عن طريق الفاكهة، اما بالشكل المباشر انه يمسك في ايده الثمرة الفاكهة وياكلها، افضل من ان انا اقطعها له حتت وشرايح، الا اذا كنت عاوز اخليه ياخدها معاه مثلا في المدرسة مع السندوتش، ياكل شرائح من التفاح او شرائح حتى من الخضار، من الخيار او من اي نوع يمكن انه يتحط في كيس ويبقى سهل انه هو يتناوله. اذا ما قدرتش اعمله عصير، عصير الفاكهة وعصير الخضار، عصير الطماطم، عصير الجزر، عصير طبعا الفاكهة
وخاصة أهم نوعين بالنسبة للأطفال على وجه التحديد هو عصير الليمون وعصير البرتقال. ده الطعام الثالث. الطعام الرابع هو السمك، وخاصة واحنا دي قلنا عليها بالنسبة للفيتامين د، إنما هي كويسة في فيتامين د وللكالسيوم ولغيره. السمك وعلى وجه التحديد المعلب منه، وهو التونة والسردين و السلمون. دي أفضل ثلاث أنواع معلبة من أنواع الأسماك، وده طعام جيد جدا للأطفال. النوع الخامس من الأطعمة وهو الكبد. كبد إيه؟ طبعا كل أنواع الكبد فيها حصيلة جيدة جدا من العناصر المعدنية و الفيتامينات، وخاصة فيتامين د، حتى فيتامين ب 12 في بعض الأحيان بيبقى برضه موجود. لكن هي المشكلة إنه الكبد مصفاه للسموم، فالكبد بتاع الفراخ ممكن يبقى ملوث، الكبد بتاع الماشية أو الكبد بتاع حاجات تانية. إنما ثبت إنه أحسن أنواع الكبد اللي أنقى إلى حد كبير من المشاكل الأخرى وفايدتها أعظم بكثير من ضررها هي كبد الضأن. وميزة كبد الضأن انه هو اللي هو كبد الغنم، ميزته انه بيبقى نسبة الدهون فيه منخفضة، لان الدهن عادة بيطلع دايما من كبد الغنم وروح في اللية او روح في اللحم، عشان كده لحم الغنم الضأن سمين، لكن الكبد احسن، والعكس في الماشية بيبقى الكبد دهني واكتر، وكل ما كبرت الحيوان كبر بيبقى الدهن في الكبد اكتر والدهن في اللحم اقل. لكن مع بعد الخمسه دول في حاجه جميله جدا، وهي يمكن محدش يتخيل ويتصور انها دي تتحط للاطفال، لان احنا ككبار ما بناخدوهاش، وانه لابد كل يوم على الاقل ياكل حبه فستقه، يعني المكسرات. حبه الفستقه اللي هي الحبه اللب بتاع الفستق لثمرة واحدة في اليوم، ده مهم جدا، لأنه بيعمل عملية ترميم وتضبيط للقناة الهضمية بالنسبة للطفل، ويشعره بالجوع، يعني يخليه يحس بالمشاعر الصحيحة بالنسبة لفكرة الأكل والشرب، ومتى يبقى جعان ومتى يبقى شبعان، وخاصة الفستق على وجه التحديد. لكن إن لم يكن يمكن الاستعاضة عنه بالفول السوداني، بس بشرط انه يكون سليم، ما فيهوش نوع من العطن او العطب، ما يكونش فيه اي لون مميز، لان فيه فطريات بتنمو على الفول السوداني فتعمل مشاكل. فلو الحبة سليمة وتم بعد ما تم قشرها واخرجنا الغلاف البني اللي موجود بعدها ولقيناها بيضة كده وجميلة زي اللي بتتحط مع الحلاوة الطحانية أو اللي بتتحط مع أنواع الحلويات الشرقية، تبقى جميلة جدا، سواء ادنهاله في هذه الحلويات بنسبة صغيرة جدا، أو ادنهاله سايبة كده حبيتين أو ثلاثة في اليوم. نسبة الزيت الموجود في الفول السوداني جميلة جدا، هي تشبه اللي موجودة في فول الصويا. لو احنا قدرنا أو لو عندنا فكرة زي الغرب، ما هو عندهم أطعمة مستخلصة من كسب فول الصويا نفسه، من حبة فول الصويا، فإحنا ما عندناش ده موجود في الأسواق المصرية، لكن نستعيضه بالفول السوداني، بيعمل تأثير جيد شبيه به إلى حد كبير. بعد كده نقدر نتعامل مع أولادنا وأطفالنا بعقل إنهم هم يعني بقوا عارفين مصلحتهم، مفيش مانع ان احنا نشرح لهم ونوضح لهم بعض النقاط وندلهم على انه الاكل في المواعيد المظبوطة، يعني في الوجبات الثلاثة، وجبة الصباح دي الساعة كذا، ووجبة الظهر الساعة كذا، وجبة العشاء الساعة كذا، وعلشان يلتزم اكتر يبقى احنا ما ندلوش حلاوة الحلوى والانواع التانية قبل الوجبة بساعتين، علشان هو يقدر يجوع وياكل.
طبعا فيه مشكله يعني ربات البيوت هيقولوا احنا ازاي نقدر نتحكم في الطفل بالشكل ده؟ لا طبعا فيه، اولا البيت ما يبقاش فيه الحاجات الممنوعه اللي هي زي العصائر المعبأه بره المصنعه دي، انواع الشيبسي والكاراتيه والحلويات والشوكولاتات والملبسات والكلام ده المفروض ما يبقاش في البيت، علشان هو ما يقولكش هاتيلي، لانه عارف انه ده موجود في الحته الفلانيه وانت هتمنعيه، يبقى انت بتزودي نوع العند اللي عنده، اما بيبقى مش موجود ممكن تعتذري له باي طريقه. الحاجه التانيه انه يبقى فيه اشراف على مصروفه، ان هو يجيب ايه بهذا المصروف. ايضا احنا لابد ان احنا نراعي ان الاكل يبقى حتى في الوجبه اللي موجوده يقول هو اختياره، يعني انت عاوز تاكل ايه النهارده، هنجيب لك طبق ايه، حتى لو جبنا له طبق غير الطبق اللي احنا بناكلوه لو هو اختار برضه نجيب له، علشان نحسسه بانه يعني هو ذو شخصيه وممكن ان هو يعامل معامله الكبار. الجانب النفسي من الموده والمحبه والحنان اللي بتضفيه الام على الابن حتى لو زعلته، ما تخليهوش ينام الا وهي حضناه، ده بيؤثر جدا على استقرار وهدوء الجهاز الهضمي بتاعه، وبالتالي تنضبط بقيه اجهزته ويبقى في الشكل الصحيح والسليم. ونقول لكم في النهايه ان شاء الله تتمتعوا باولاد في غايه الصحه والهناء والعافيه، والى ان نلتقي لكم منا التمنيات بالسعاده والصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.